اهلا وسهلا بكم. معلومة مهمة، المدينة المنورة تحتوي على اكثر من 4,600,000 نخلة والعديد من الاشجار والمزروعات المختلفة. كيف نحافظ على هذا الكنز ونحميه خاصة من انواع الحشرات المختلفة؟ وايضا ما ننسى الزراعة العضوية واهميتها صحيا للمستفيد. راح نتعرف على الكثير من خلال جولتنا في القافلة الارشادية الزراعية، وخلونا نبدأ. أطلق عليها اسم القافلة، فكان دورها الأكبر التنقل بين مناطق المملكة ومحافظاتها للتعرف على المزارعين ودعمهم إرشاديا في أكثر من معلومة يستفيد منها المزارع. في نفس الوقت القافلة وضعت نماذج للحشرات الزراعية الضارة وطرق التخلص منها. دور القافلة الزراعية الإرشادية دورها دور توعوي إرشادي، تقدم مساعدات وأهم الطرق للتعرف على الممارسات الزراعية الجيدة للمزارع. وصلنا لعام 2020 ونسمع كثير عن الكيماويات اللي يستخدمها البعض في الزراعة، لكن الوعي الغذائي في مجتمعنا أصبح بصورة عالية والطلب على المنتجات العضوية بشكل متصاعد، وصار في تقبل كبير من المزارعين إنهم ينتجون منتجات عضوية خالية من أي كيماويات. الغرض من الزراعة العضوية زراعة أجدادنا بدون استخدام أي كيماويات، سواء كانت للنخيل أو للتربة. لا نبعد عن المشهد الحالي، لكن بطبيعة الحال فيروس كورونا ما زال منتشر، ولو لاحظنا راح نلقى مشاركة كوادر صحية شبابية من بنات وشباب المدينة، هدفهم الحفاظ على سلامة الجميع واتباع الإرشادات الصحية. يعني الأمر ما اقتصر على الزراعة فقط، فعلا هي قافلة متكاملة بمشاركة الجهات المختلفة. قبل ما نختم معكم، من المعروف أن الثقافة لها دور كبير في تعزيز هوية المكان، لذلك ثقافتنا في النخيل ومشتقاته كانت من مئات السنين ولا زالت. وأيضا الورد والنعناع المديني يعني لهم شعبية جدا كبيرة على مستوى مناطق المملكة، وخاصة على مستوى منطقة المدينة المنورة. فإذا أردنا أن نحافظ على هذه الزراعة وأن تكون عضوية على أمد بعيد، نتبع سبل الإرشادات الوقائية من أجل صحة آمنة. من المدينة المنورة، محمد شيخ، الإخبارية.